بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسله احتراف البحث في جوجل. حضراتكم لو حابين تتابعوا الحلقات اللي فاتت فاللينكات هتظهر دلوقتي على الشاشه، ولو حابين تتابعوا السلسله كامله فاللينكات هتكون اسفل الفيديو. حضرتك لو حابب تعرف الطقس، احوال الطقس في المكان اللي انت فيه، كل اللي عليك انك بتكتب الطقس، هيظهر لك دلوقتي الطقس في المكان فيه. وبرضك لو عاوز مثلا مدينه مثلا محدده مثلا في مصر، وليكن الطقس مثلا في طنطا، هيظهر لك الطقس في طنطا دلوقتي. حضرتك لو مسافر اي دوله معينه وليكن الامارات وحابب تعرف اخبار الطقس فيها ايه، هتكتب الطقس الامارات، هيظهر لك الطقس في الامارات اخباره ايه. النقطه اللي الثانيه نتكلم فيها، لو حضرتك حابب تعرف التوقيت، الساعه كام دلوقتي، او الساعه مثلا في دوله معينه كام، كل اللي عليك لو في المكان اللي انت فيه هتكتب الوقت، هيظهر لك دلوقتي الساعه دلوقتي 10:30. حضرتك مثلا لو حابب تعرف الوقت في اي دوله تانية، وليكن مثلا الوقت في الامارات زي ما احنا شايفين دلوقتي. حضرتك لو عاوز تتابع اخبار الزلازل في العالم، اخر زلزال كان امتى، وكل المعلومات عن الزلازل، كل اللي عليك انك هتكتب الزلزال، زي ما احنا شايفين دلوقتي. نصيحه يعني، وانت تعمل سيرش عن الزلازل بلاش ايه يعني، لازم الف واللام. حضرتك لو شلت الف واللام وكتبت زلزال بس، انت رحت في منطقه تانية خالص، دخلت في مسلسل محمد رمضان. هنتكلم كمان لو حضرتك مثلا حابب تعرف عدد السكان في دوله معينه. حضرتك مثلا لو حابب تعرف عدد السكان في مصر، كل اللي عليك انك بتكتب population in Egypt، زي ما احنا شايفين عدد السكان ظهر لنا ان كان في 2017 كان 97 مليون. لو حابب تعرف في دولة تانية وليكن الامارات، زي ما احنا شايفين كده عدد السكان طلع لنا في 2017 كان 9 مليون. حتى لو عاوز تعرف معلومات عن اي نادي، وليكن مثلا معلومات عن النادي الاهلي، هيطلع لك تاريخ النادي الاهلي كله، اخر مباراة كان فيها ايه، النتائج ايه، معلومات عن النادي، كل حاجة حابب تعرف عن النادي الاهلي هتظهر لك. حابب وليكن مثلا نادي تاني، نادي الزمالك مثلا، زي ما احنا شايفين كل معلومات طلعت عن نادي الزمالك. نادي تالت مثلا ليفربول، زي ما احنا شايفين المعلومات واضحة ازاي. حضرتك لو حابب تعرف اسعار العملات ايه، كل اللي عليك انت عاوز مثلا تعرف الدولار بيساوي كام جنيه، او جنيه بيساوي قد ايه من الدولار، كل اللي عليك مثلا عاوز مثلا تكتب الدولار، خلاص هتكتب العملة الاولانية، الدولار يساوي الجنيه المصري، زي ما احنا شايفين حاليا الدولار بيساوي 16.54. لو عجبتك الحلقة ياريت تعمل لايك، وياريت تشتركوا في القناة. شكرا لحضراتكم.